صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 104 لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة شؤون مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض وزير شؤون مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى تعين السيدة أميرة محمد عبد محمد شريف مديرا لإدارة الإعداد والمتابعة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء